مساء الخير، مساء النور، مساء الفل، مساء الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحلى الناس. أحلى الناس لكل الناس. برنامجنا بيقدم كل المواهب، كل من كان له موهبة، كل من كان صاحب مبادرة. لو كنت صاحب مهنة، برنامجنا بيتيح لك الفرصة إن أنت تكون موجود معانا هنا وتحقق حلمك. كل واحد عنده حلم، كل واحد عنده هدف، كل واحد عنده حلم وعنده هدف بيسعى ان هو يحققه. احلم وحقق حلمك، بس الاحسن انك تشتغل عشان ما بقاش مجرد حلم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم شوية. قبل ما استقبل ضيفي هنتكلم عن الانتقام. الانتقام، كل واحد لما بيحصل له حاجة وحشة بيحب ينتقم من حد دمر له حياته او بيحاول يشوه سمعته او بالفعل يشوه له سمعته. ناس كتير بتفكر تنتقم من اي حد بيدعي عليها، بيظلمها، بيوجعها. في طريقة احلى بكتير، ان احنا ننتقم بالشكل اللي يفيدنا. بالشكل اللي يفيدنا. عايزة تنتقم من حد، عايز تنتقم من حد، خليك احلى، خليك احسن، خليك انجح. في حاجات كتير ما ينفعش ان احنا نستسلم لها. في حاجات ما ينفعش معاها غير ان الواحد ينسحب، يلم اللي فاضل من روحه ويمشي. في حاجات ما ينفعش معاها العتاب. ما تضايقش غيرك، ما توجعش غيرك، ما تأذيش غيرك، لان انت لما تأذيه هيبقى زيك زيه، زي ما انت أذيته هو هيأذيك. طب وليه؟ مش حاجة حلوة ان احنا نضايق بعض؟ تيجوا اقول لكم بقى على طريقة حلوة. لما نحب نضايق حد نضايقه بان احنا نبقى انجح، نضايقه بان احنا قادرين نبقى احنا اكبر، نبقى احسن، نبقى احلى. عاملوا الناس كما تحبوا ان يعاملوكم. النهارده معايا ضيف متميز، ضيف بدا من الصفر، كان عنده حلم، كان عنده هدف، اشتغل وحقق حلمه. معايا ضيف صاحب شركه وصاحب مبادره. هنروح لفاصل قصير ونرجع نستقبل ضيفنا. اهلا مشاهدينا، ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي معايا ضيف متميز شويه، شاب بدا من الصفر، سعى واشتغل واجتهد كل حياته مقضيها لشغله، قدم كتير قوي على السوشيال ميديا، بيحب شغله جدا. هو مهندس وصاحب شركه المهندس، بس هو مش مهندس معماري، مش مهندس دكتور، مش مهندس معماري، ومش مهندس ديكور. هو مهندس شركة الألو ميتال. أهلا بك يا محمد معانا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. مش مهندس محمد، شغلك كله مخصص للمطابخ، تمام؟ معظمه للمطابخ. طيب أنا عندي بس سؤال هنا ودايما بيتسأل لك وانت دايما بترد عليه عندك على البيج بتاعتك. احنا متابعينك على البيج وعشان كده جبناك معانا النهاردة. شرف لينا يا فندم. ايه الفرق بين المطبخ الحديث والمطبخ القديم، والمطبخ اللي مدته جديده والمدته قديمه، والمطبخ الكويس واللي مش كويس؟ سؤال بيهم كل ست بيت. اكيد طبعا. هو طبعا دلوقتي المطابخ غير زمان، انواع كتيره جدا. يعني في كل مجال، الخشب مثلا بقى فيه انواع كتيره جدا، الالوميتال بقى فيه انواع كتيره جدا، كل مطبخ، والبي في سي دلوقتي برضو فيه منه كذا نوع. كل مجال بقى ليه كذا نوع من المطابخ. اللي احنا مركزين فيه طبعا دلوقتي الالوميتال. الالوميتال دلوقتي ما عادش زي زمان الالوميتال وخلاص. الالوميتال دلوقتي فيه حاجات كتيره جدا، الكلادين، اليو في، الخشمونيوم، الالوميتال العادي، في منها خامات رديئه وفي منها خامات كويسه. بفضل الله احنا بقالنا فتره على البيج بتاعتنا بنحاول نوصل للعميل بتاعنا من خلال البيج ان احنا نوضح ليه كل تفصيله وكل الانواع ديت، لان في عميل بيبقى في اعتقاده ان المطبخ ده مجرد الالوميتال وخلاص، او مطبخ وخلاص. فبنحاول نوصل ليه المعلومات اللي تهمه قبل ما يجي ياخد القرار او يروح مكان تاني ياخد القرار. ده بالنسبه للنظام اللي احنا بنشتغل عليه. المطابخ طبعا افضل حاجه فيها في الالوميتال اللي هو مجالي او تخصصي حاليا، الالوميتال افضل حاجه طبعا. المطبخ الكلادنج ده اللي احنا بقالنا فتره بنشتغل عليه وننصح بيه طبعا كل العملاء بتوعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا، لان بفضل الله في ناس كتير جدا متابعانا على البيج بتاعتنا. الناس دي ممكن تكون بعيدة عننا خالص، يعني الناس دي بعيدة عننا بسبب ان في مسافة بين مدينة العاشر ومرمضان والبلد اللي هو فيها.
الناس دي متابعانا بفضل الله، وفي يعني في ثقة كبيرة جدا بسبب الوضوح اللي احنا بنقدمه للعميل او للمشاهد، ودايما يسألونا عن بعض التفاصيل وكأن الناس دي معانا او كأن الناس دي هتشتغل معانا، مع ان الناس دي هتتنفس في شركات تانية او في اماكن تانية بسبب بعد المسافة. فافضل حاجة احنا بننصح بها العميل طبعا الكلادينج، والكلادينج ده طبعا بقى في منه انواع رديئة وفي منه الانواع الاصلية، بننصح بالانواع الاصليه. وهنوضح طبعا، ووضحنا قبل كده ان في ايه الفرق ما بين الخامه الاصليه والخامه الغير اصليه، وهنفضل برضو مستمرين على كده ان شاء الله. محمد، دايما في بينك وبين العملاء بتوعك شفافيه جامده جدا. اكيد طبعا. ان انت دايما بتوضح ارقام تليفوناتك والاماكن، وكمان بتشرح بالتفصيل الممل عن كل تفصيله في منتجك او في المطبخ اللي بتطلعه للعميل. ايه الفكره من كده؟ الفكره من كده طبعا ان زي ما وضحت لحضرتك ان الانواع دلوقتي كتيره والعميل بقى تايه، والمشكله ان العميل او الحد او اللي هو ايا كان بقى عروسه راحت تشتري مطبخ او المطبخ ممكن يبقى على العريس برضو الاثنين يعني ايا كان، لما بيسال ما بيسالش الاماكن، لانه هو عارف ان فئه الصناعيه او الاماكن الشركات كل واحد بيسوق للمنتج بتاعه بس او لنوع معين، وممكن تكون طرق التسويق هو مش واثق فيها، العميل مش واثق في طريقه التسويق، فبيضطر يسال حد من اصدقائه. طبعا بما ان احنا يعني لو راح يسال حد خارج المجال من اصدقائه عمل حاجه قبل كده زي كده، يعني مش عايز اقول بيفتي، هو يعني ايه بيقول اللي عنده، ووارد وبنسبه كبيره جدا اللي عنده ده بيبقى غلط. فلو ما كانش السؤال ده لحد متخصص فاهم في شغله فعلا هيتوه. فاحنا بنحاول نقرب للعميل، سواء هينفذ معانا او هينفذ في مكان تاني، فعلا بنحاول نوضح له كل حاجه بشفافيه بحيث ان هو ياخد القرار الصح، وان شاء الله نستمر على كده باذن الله. تمام. لو جالك عميل وقال لك انا عايز حاجه بسيطه، مش عايز حاجه تكون مثلا اوفر شويه، حاجه تكون مستواها بسيط، تمام، انت بتشرح له ايه الفرق بين ده وده، ولا انت بتقول له تمام ماشي ماشي على حسب مثلا السعر اللي انت بتقدمه لي؟ لا طبعا، هو في عميل بيبقى جاي الميزانيه بتاعه المطبخ اللي هو جاي يعملها تبقى مثلا ميزانيه محدده ما يقدرش يعمل بيها المنتج العالي. بوضح ليه طبعا الفرق ما بين المنتج القليل والمنتج العالي، لازم يبقى واضح، بحيث ان هو المنتج القليل طبعا الطبيعي ان هو بيكون خامات ضعيفه، فبالتالي خامه ضعيفه عمرها الافتراضي بيكون ضعيف قليل. لما بيكون عمرها الافتراضي بيكون قليل طبعا ما ينفعش ان احنا نكون متهمين ان ده تقصير من المنتج بتاعنا بس، او تقصير من صناعتنا او تقصير من شركتنا. فلازم نوضح ليه من البدايه ان المنتج ده منتج هو ظروفه كده، عباره عن 1 2 3، زي ما بنوضح طبعا العملاء بتوع الشركه لو مشاهدين على البرنامج دلوقتي اكيد واضح بالنسبه للكلام اللي انا بقوله ده اكتر. العميل لما بيجي بيبقى فاهم كويس جدا كل تفصيله، فلو عايز منتج قليل بنوضح ليه، هو بيبقى عارف في يوم من الايام لو المنتج ده بدا يحصل ليه حاجه هو اللي اختار. بوضح برضو لو العكس، منتج كبير او المنتج كويس منتج خامه افضل، بوضح ليه ان الخامه دي افضل، فبالتالي برضو بيبقى عارف ان الخامه ديت ان شاء الله مش هيحصل ليها حاجه من خلال الثقه اللي ما بيننا طبعا. اكيد طبعا يا محمد. محمد، انت في كل سنه بمناسبه عيد الام بتطلع مطبخ هديه، ايه الفكره انك بتعمل كده؟ هو طبعا عيد الام ده من افضل الاعياد، لان الام ديت طبعا اهم حاجه في حياه كل طبعاً انسان فينا. فالمطبخ ده ليه علاقه طبعا كبيره جدا بالام، اعتقد الام 90% في حياتها عايشه جوه المطبخ، شغلها الشغل المطبخ، فدي اقل حاجه طبعا نقدر نقدمها للام طبعا في عيدها ان هو مطبخ، دي اقل حاجه نقدر نقدمها، وان شاء الله في السنوات اللي جايه وفي الاعياد اللي جايه نقدم اكتر من كده بكتير طبعا ان شاء الله. في سؤال كده يا محمد، دايما مطبخ العروسه بيتركب بعد الفرح، ايه الفكره ان هو بيتركب بعد الفرح وايه المشكله في كده؟ وهل انتوا اصلا من الناس اللي بتعمل كده فعلا؟ هو يعني مش دايما، هو بيبقى في ناس هي مواعيدها مش مظبوطه، ده طبعا نسبه كبيره جدا. هل بقى انتوا من الناس دي ولا انتوا منضبطين في مواعيدكم؟ لا بفضل الله طبعا العملاء بتوعنا يشهدوا على الكلام ده، احنا بفضل الله عمرنا في يوم من الايام ما خالفنا ساعه واحده على العميل، باذن الله احنا دايما هنفضل كده ان مواعيدنا يا في الميعاد اللي احنا حددناه في العقد بتاعنا، يا اما قبل الميعاد، بعد الميعاد بساعه ما فيش الكلام ده، بفضل الله ما حصلش الكلام ده خالص ولا يحصل. الناس اللي هي ممكن تتاخر لدرجه ان هو يركب بعد الفرح ده شغله،
طبعا دي كارثه كبيره جدا بالنسبه للعريس والعروسه، ان هو يعني يتجوز او فرحه يجي في حاجات جدا كتيره كتيره كتيره، يعني ده مش بند الالومنيوم بس، ده في هي الصناعيه، هي مشكله دايما في الصناعيه، ومواعيد الصناعيه، مواعيد الصناعيه بتيجي دايما مش مظبوطه بسبب ان هو مش مركز في شغله. فعشان كده بناشد كل زمايلي في المجال خارج المجال، الناس دي لازم تركز في شغلها، طول ما انت مركز في شغلك وبس هتقدر طبعا تظبط مواعيدك، مش هتخالف في اي حاجه طبعا مع العميل، في المواعيد، في التفاصيل، في كل حاجه، لانك مركز في شغلك. مش مركز في شغلك الطبيعي انك تخالف في حاجات كتيره جدا غير المواعيد، فبفضل الله احنا مواعيدنا معروفه. باشمهندس معانا اتصال تليفوني من استاذ احمد من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك. ازي حضرتك؟ ارحب بحضرتك وارحب بالبشمهندس محمد يحيى. اهلا بيك. اهلا بحضرتك احمد عيد من العاشر من رمضان. يعني انا من احد العملاء البشمهندس محمد، يعني البشمهندس محمد يحيى يعني. وانا متابع طبعا مع حضرتك يعني الحلقه من اولها، والبشمهندس محمد يعني بصراحه من الناس اللي هي متقنه جدا اولا في المجال. ربنا يبارك في حضرتك. ومواعيد يعني احترام في المواعيد جدا. احنا لسه كنا بنتكلم في المواعيد دلوقتي يا استاذ احمد. دقة المواعيد في يعني انا مش عايز اقول انها بتستني، يعني اتعاملت معاه بصراحه، وفعلا هو من يمكن هو شرف يعني فيه. من الموضوع ده، فبشمهندس محمد بحييك فعلا يعني على دقتك وادائك في الشغل بصراحه. يعني ربنا يخليك يا فندم، وطبعا ده شرف لينا ان احنا اتعاملنا مع حضرتك والله يا استاذ احمد. الله يخليك يا باشمهندس محمد. لا بصراحه من افضل الحاجات اللي اتنفذت يعني وفي عشر رمضان، وربنا طبعا يوسع عليك ويبارك لك فعلا. والشكر ده على لكل العملاء اعتقد اللي هي بتتعامل مع حضرتك، لان هي في حقيقي يعني التعامل والدقه والانضباط. يعني انا يمكن اول مره اتعامل مع المهندس محمد، بس بصراحه يعني في كل العملاء، يعني كل العملاء حتى اللي انا بتابعهم معاه، فبصراحه يعني ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لك فعلا ويزيدك باذن الله يا باشمهندس. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ احمد، ده كان شرف لينا والله يا فندم. الله يخليك. وطبعا احنا زي ما وضحنا لحضرتك في الشركه انك معاك ضمان عن المنتج مدى الحياه، في اي وقت احنا في انتظار حضرتك، لو حصل اي حاجه في المنتج في اي وقت احنا موجودين طبعا يا فندم. الله يخليك يا باشمهندس محمد، فعلا يعني انت فعلا على حق يعني في كل كلمه بتقولها يعني، وده حقيقه يعني. انا فعلا يعني التعامل بينا لا كان في دقه فعلا جدا جدا. انا يعني كنت اتعاملت جدا مع حضرتك كتير، بس دقه حضرتك يمكن انا مش عايز اقول ان انا اول مره اتعامل بها واشوفها فعلا. الحمد لله. في صدق في المواعيد فعلا يعني، وتنفيذ في الشغل وجوده وامانه. ربنا يخليك. لقيت شرح حضرتك الجميل اللي حضرتك بتنزله او بتديه للعملاء، فعلا بيستفادوا منه جدا جدا جدا. ده حاجه ممتازه جدا يعني، حضرتك الناس بتتكلمها بكل امانه وصدق يعني. الحمد لله. يعني راي حضرتك نستمر على الفيديوهات دي يا فندم ولا بلاش؟ لا تمام. لا ده مش الفيديوهات دي يا باشمهندس محمد مفيده جدا جدا جدا، لان معظم العملاء يعني مش كله فاهم يعني ايه الامونتال، يعني ايه قصه الامونتال كلها. بالظبط. فكله حابب يستفسر كويس قوي عن الموضوع ده، فحضرتك شرح حضرتك مفيد وواضح جدا ورائع ويفيد اكيد. يعني انا من الناس اللي فادني جدا 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 قبل ما اجي اعمل مطبخ، يعني فادني جدا ووضح لي حاجات جديده. الحمد لله. احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد وسعيدين بالمداخله بتاعتك. عايز تقول كلمه اخيره عشان البيج بتاعك؟ عشان البيج بتاعي. هو طبعا البيج بتاعي اول ما فكرت ان انا اعمله في البدايه عملته زي اي حد بعمله عشان خاطر الاعلان. في الفتره اللي فاتت اكتشفت كتير جدا بيجي لي رسائل على الواتساب على رقمي، الناس دي فعلا يعني لسه قايل من شويه بعيد عني، فمش قادر ينفذ معايا لان في مسافه كبيره جدا بيني وبينه، يعني ممكن يبقى في الصعيد واحنا في العاشر من رمضان، فضغط الشغل اللي معانا بيخلينا ما نقدرش نقبل الاوردرات اللي هي بعيده جدا عشان خاطر وقت السفر وكده. فأنا اكتشفت فعلا ان الناس دي علشان خاطر في ثقه كبيره جدا على اتصال بكل تفصيله. طبعا في ناس هي فاهمه انا قصدي ايه، يعني في عملاء طبعا هم لو سامعيني دلوقتي او شايفيني دلوقتي
هما فين قصدي، فاهمين قصدي ايه؟ ده شرف كبير جدا طبعا ان حضرتك تكون بتنفذ في مكان تاني وبتتابع وتتابع معانا طبعا من خلال الواتساب ومن خلال الرسائل، واي حد من العملاء او اي حد من مشاهدينا على البيدج بتاعتنا في اي وقت كلمنا لو في اي سؤال بالنسبه للفرق بين الانواع وايه الحاجه اللي ممكن تكون قدام حضرتك، سواء هتنفذ معانا في الشركه او هتنفذ مكان تاني، تليفوني يعني موجود في هي اي ارقام وقت. تليفوناتك دلوقتي ظاهره على الشاشه لكل الناس اللي تحب تتواصل مع الباشمهندس محمد في اي وقت، انا موجود طبعا. وللاسف دي نهايه فقرتنا النهارده، ولكل واحد عنده موهبه عنده حلم، ان كنت صاحب موهبه ان كنت صاحب شركه ان كنت صاحب مبادره، اتفضل معانا في برنامج احلى الناس، برنامج احلى الناس لكل الناس. دمتم في امان الله.